عامة، أحداث متسارعة ومتفاقمة أيضا تؤثر على التوترات في الشرق الأوسط خصوصا الجيوسياسية. كيف يتأثر اقتصاد لبنان المنهار ابتداء، وأيضا كيف يتأثر اقتصاد المنطقة أيضا بهذه الأحداث المتسارعة؟ شكرا على الاستضافة. وصراحة مثل ما أنا عم بتقول، يعني هو اقتصاد بالفعل الأساسيات تبعه كانت يعني بشكل كبير منهارة. أظن التأثير الأكبر بطبيعة الحال على لبنان من الاقتصاد في المنطقة أو على الانترناشنال ماركت، الأسواق العالمية. إذا منلاحظ حتى مع بداية الحرب، حتى الذهب كان عم يتراجع، الأسهم العالمية كانت عم تستمر في الارتفاعات. مخاوف من حرب إقليمية هي اللي بتأثر على المعنويات أكثر يمكن من منطقة صغيرة. الأمر الآخر السلبي طبعا للاقتصاد في لبنان أنه عم يكون في تدقيق من جهات مراقبة فيما يتعلق بجرائم مالية، وقت خطأ جدا. طبعا الأوضاع اللي عم نشوفها، وكان لفترة يعني مش بس لفترة زمنية قصيرة، ولكن من دائما الاقتصاد اللبناني بشكل أساسي بيكون مدعوم بالسياحة، فاستمرار هالتوترات كل ما طالت أكثر كل ما الضغط طبعا على الاقتصاد في لبنان رح يكون مستمر. طيب، في سياق متصل، ما تزال أزمة الشحن البحري تلقي بظلالها على أسعار الوقود المنقول بحرا، كيف يتأثر القطاع الخام بهذه الأزمة، أزمة سلاسل التوريد، وما هو الحل برأيك سيدتي؟ تعرف نحن كنا متوقعين يمكن تأثير أكبر، ولكن من بعد من نعتبر أزمة الوباء وكورونا بلشنا نتوقع هالمخاوف في سلاسل التوريد طبعا، وفي يمكن الإغلاقات صارت هي الشيء الطبيعي الجديد في الأسواق. ومشان هيك على الرغم من أن كنا كل ما نسمع خبر شوي بيؤدي لارتفاع أسعار الوقود، بنرجع بنشوف أن الأسواق رجعت صحته وكان نوعا ما مناسبة للبيع حيال شائعة كانت عم تصدر أو خبر. لأنه لازم نتذكر نحن فعلا مشكلة السلاسل التوريد موجودة، ولكن من بعد كورونا ومن المشاكل الجيوسياسية المستمرة في الأسواق بلشنا الأسواق تسعر هذا الأمر، طول ما أنه ما عم بيأثر بشكل مباشر عنا العديد من اللاعبين في قطاع الطاقة اللي مستعدين يضخوا أكثر بالأسواق مما عم يضخوا مثلا النفط في الوقت الحالي. الأمر الآخر صرنا عم نعدد الموارد، والعديد من الدول توجهت إلى تعديد مواردها خاصة فيما يتعلق بالوقود في الطاقة، يعني كنوع من الدرس اللي تعلموه ما بعد كورونا. ومشان هيك عم نشوف فعلا كل ما يجي خبر شوي بيؤدي الى ارتفاع اسعار. كنا عم نحكي عن النفط ولكن من بعده بيتراجع. اظن المخاوف الرئيسيه فيما يتعلق بسلاسل التوريد قد يكون في قطاع الغذاء، في حال شفنا مشاكل تطورت اكثر يمكن اكثر من ما هو عليه في قطاع الطاقه، بسبب طبعا كثره اللاعبين وقدرتهم لانهم ينشوا نفط بسرعه اكبر بكثير واكثر بكثير من الوتيره الحاليه. كيف تنصحين الأفراد الذين يريدون استثمار أموالهم في الأزمات؟ هل هناك ملاذات آمنة فعلا؟ يعني بفضل ما أقول نصيحة، لأنه طبعا ما فيني أعرف، ما فيني أخذ بعين الاعتبار شو أهدافهم الاستثمارية لوين عم يتوجهوا، ولكن طبعا خلال التوترات الجيوسياسية ما يعرف بالملاذات الآمنة ترتفع. وإذا بدي أتوقع أو أحكي عن الوضع الحالي في الأسواق، عم نشوف الدولار عوائد السندات ترتفع. يعني احنا عوائد السندات لعشر سنوات في الولايات المتحدة ما فوق 4%، وعلى الرغم من هيدا الشيء عم نشوف الذهب يرتفع، اثنيناتهم عم يتصرفوا كنوع من الملاذ الآمن، وعلى الرغم من هيدا الشيء اثنيناتهم عم يعطوني عوائد نوعا ما جيدة مقارنة بأسواق الأسهم يعني هي عالية المخاطر. ولكن إذا بدي أعتبر ربحية S&P 500 مثلا كنوع من الربحية على سعر السهم، البرسنتج عند النسبة المئوية هي 3.8%. 3.8% في سوق عالي المخاطر مقارنة بأعلى من 4% في سوق السندات اللي هو عادة أقل مخاطرة. الدولار نوعا ما يستمر في الارتداد، الذهب طبعا هو ملاذ آمن، التعدد في يمكن أسهم دفاعية كمان ممكن يكون أمر ذكي نقوم فيه بالوقت الحالي. طبعا اظن الدايفرسيفيكيشن التعدديه هي امر رئيسي، ولكن كمان الاصول التي ذكرتها قد تكون مناسبه في حال استمرار التوترات. طيب، بالانتقال الى العملات الاساسيه وفي مقدمتها الدولار، كيف يتاثر بالاحداث الجيوسياسيه، ومن هي العمله المتضرره الابرز في كل الاحداث الجاريه؟ يعني هذا اللي عم جرب اقول لك، يا دولار عنده يمكن تاثيرات مختلفه.
ولكن في خلال التوترات الجيوسياسية بيتصرف كملاذ آمن. بنحكي عن سوق السندات الأمريكية يعتبر من الملاذات الآمنة، أقل مخاطرة من الأسواق الأخرى، وعلى الرغم من هذا الشيء عم يعطينا عوائد جيدة مقارنة في الأسواق الأخرى إذا بدي أحكي عن اليورو عن الباوند الاسترليني. فطبعا أرى احتمال استمرار على قليل دعم لأسعار الدولار على القليل مقارنة في العملات الرئيسية الأخرى اللي ذكرتها، حتى مثل الفرنك السويسري مثل الين الياباني قد يستمر في قوتهم كمان أو ضعفهم في وجه الدولار الأمريكي. الانتخابات في الولايات المتحدة قريبة جدا، ولكن أتوقع أنه رح ما يكون في عنا تحركات كبيرة جدا مخاوف أو يعني عنيفة في الأسواق إلى أن تأتي الانتخابات ونرى نتيجتها. فمشان هيك بتصور على قليلة نوع من الدعم مستمر على الدولار الأمريكي. أنتقل معك إلى أبرز أزمات الاقتصاد العالمي وهما التضخم والركود، كيف تقرأين جهود البنوك المركزية العالمية في حل أزمة التضخم؟ هل نجحت بذلك فعلا يعني؟ أم أن الواقع يقول بأنه لا يزال هناك عمل؟ هلا طبيعة الحال ما فينا نعمم قديش كل دولة عم تتأثر أو عم يتراجع فيها التضخم، ولكن بشكل عام طبعا عم نشوف ترند واضح لتراجع التضخم عالميا، إن كان بسبب سلاسل التوريد اللي نوعا ما تراجع ضغط عليها، البالانس في السوق ما بين العرض والطلب اللي شوي شوي عم يرجع كمان إلى طبيعته، وهالموجة اللي عم نشوفها عم نحكي أكثر من 70% من البنوك المركزية حول العالم عم تتوجه لتقليص الفائدة، هاي إشارة واضحة إنهم منهم متخوفين من موجة التضخم على قد ما إنهم متخوفين من تراجع النمو. فما بين هالمعضلة ما بين النمو ما بين التضخم عم بفضلوا أنهم يدعموا النمو مع مستويات فائدة أقل. تختلف من دولة لأخرى، يعني أنا إذا بتشوف شو عم بيصير في منطقة اليوروزون مثل ما كنت عم خبرك، لا التضخم عم بفرجيني أنه عم يتراجع أسرع من التوقعات، قد يمكن عم بيوجه أكثر المركزي الأوروبي اللي يكون عم يقلص أسعار الفائدة، نفس الأمر في المملكة المتحدة. ولكن إذا بتشوف شو عم بيصير بأستراليا، لا يزال سوق العمل قوي، لا يزال الاستهلاك قوي، التضخم أعلى من التوقعات. فطبعا يبدو أنه توجه البنوك المركزية في تلك المناطق أنه يكونوا عم يتساهلوا أضعف، بس بشكل عام نعم التضخم يتم السيطرة عليه. الشيء اللي بيخوفني هو نوع من التوترات الجيوسياسية، مشاكل في سلاسل التوريد، مشاكل خارجة عن سيطرة البنوك المركزية. هون ساعتك في عنا خوف من موجة أخرى من التضخم أكثر من يمكن الحد من هالاستهلاك الكبير اللي فيها البنوك المركزية تكون عم تقدم. طيب سيدة فرح، أختتم معك من ملف الذهب. المعدن الأصفر ما يزال يسجل مستويات قياسية تجاوزت 2700 دولار، هل سيستمر هذا الارتفاع ونرى 3000 دولار للأونصة؟ ممكن جدا. يعني أنا إذا بدي أحكي شو معقول يدعم أسعار الذهب، اللي معقول يدعم أسعار الذهب مثل ما كنت عم بحكي أكثرية البنوك حول العالم تتوجه لتقليص أسعار الفائدة، قد يدعم هذا الشيء التوجه إلى ذهب، مخاوف جيوسياسية مستمرة، توجه العديد من الصناديق الاستثمارية للتحوط مع الذهب، البنوك المركزية الكبرى حول العالم على الرغم من الارتفاعات والأسعار الحالية بعدها عم تتوجه لشراء الذهب. فكلها أمور بتدلني يعني أنه الأبتراند هالاتجاه الصاعد للذهب لا يزال نوعا ما مدعوم. ما عم شوف أي تراجع في أسعار الذهب عم يكون فرصة للدخول والشراء مع بداية هالموجة تقليص أسعار الفائدة. لا أظن أنه في أي أمر قد يحد من ارتفاعات الذهب. الشيء الوحيد يمكن قوة الدولار يلي على الرغم من قوته عم نشوف أعلى من 2700. يعني تخيل وقتها يبلش يتراجع الدولار الأمريكي، ده معقول يكون عم يرتفع الذهب يتعدى 3000؟ سيناريو يعني طبعا ممكن جدا في حال استمرت التوترات الجيوسياسية، في حال استمرينا في النهج التسهيلي من البنوك المركزية. لا أرى أي شيء قد يوقف الذهب. شكرا جزيلا لك السيدة فرح مراد محللة